ساحب. خلي بالك انت بتصاحبي مين، ها مين يوم القيامة؟ يعني شوف النبي عليه السلام مين كان صاحبه؟ سيدنا بكر كان كان سيدنا بكر. طب سيدنا ابراهيم مين كان خليله؟ الله عز وجل. يا هناك ويا سعد، يا هناك ويا سعدك ويا سعدك ويا هناك. لما تاخدي الصاحب الله سبحانه وتعالى، هو ينفع اتخذ الله صاحب؟ طبعا. انت الصاحب ايه في السفر؟ لما يبقى ربنا هو الصاحب وهو الولي وهو الحبيب وهو الوكيل يكفيك ويسددك ويهديك ويرشدك للخير، لكل الخير، موفقه تبقى موفقه. ليه؟ أصل صاحبي ربنا سبحانه وتعالى هو الانيس، هو الصاحب. عارفين صاحب يعني ايه؟ يعني اشتكي له وينصحني ويقول لي يبص في قلبك الخير. ومش بس بالاستخاره على فكره، لا، انا اعرف ناس كده ربنا موفقه قلوبها تقول لك كذ في قلبي كذا، موفقه موفقه. الصاحب لما نشتكي له ربنا، لما صلي الركعتين كده وتقعدي في مصلاكي وتاخدي ربنا خير صاحب. ايوه بس احنا برضو عايزين نتكلم مع الناس في الدنيا، ادعي. ما تدعي يا رب ارزقني بصحبه صالحه، يا رب ارزقني بصحبه تقيه. واعرف من الناس كتير 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 صحبات كتيره جدا، في صحبه قران وصحبه مساجد وصحبه مقارئ وفي صحبه مذاكره، بس قلبوها في الاخر قلبوها يعني علم شرعي، يعني هم اطباء صحيح وخدوا 6 سنين كل سنه 5 اجزاء قران، على السنه السادسه ختموا. اعرف صحاب تعهدوا على الخير، تعهدوا على الخير. تعالوا اقول لكم النماذج عشان ما يبقاش بس النماذج الوحشه اللي موجوده ويلا نروح مش عارفه فين واحنا الارمي بتاع الفريق مين، لا 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 وعمالين مش عارفه بالاتنين مليون اصل احنا الارمي بتاع فلان اللي بندافعين عن الفريق الفلاني، ما هم بيجروا بعض. لا، الصحبه دي تعهدت اول ما قالوا يا جماعه احنا الكليه بتاعتنا كليه عمليه، كانوا صيدله، احنا كليتنا كليه عمليه وفيها اختلاط وفيها كذا وكذا، ايه رايكم من اعدادي صيدله كده لحد الاخر مالناش دعوه بالولاد ولا نعمل ونحاول نكفي نفسنا بنفسنا كده، حتى لو جه مثلا بيبقى مثلا حاجه عمليه مع كده نحاول نلتزم. يبقى في اخر سنه، اخر سنه في تخرجهم الدفع كلهم عمل لهم تحيه خاصه، قال لهم احنا يعني حاولنا معاكم بشتى الطرق. وليه؟ لانهم دخلوا بنيه، هو ده الصاحب، هي دي الصحوبيه. لما تقول لك تعالي، طب اقول لكم على 2 صحاب، اقول لكم على 2 صحاب حكى عنهم النبي عليه السلام، واحد مات قبل التاني، فالتاني بيسأله، كانوا مع بعض يصلوا مع بعض وينزلوا مع بعض يعملوا الطاعة مع بعض. بص بص عشان أقول لكم الصاحب اللي دخل جنة، فقال له ما فعل الله بك؟ قال له غفر لي. قال هتعلم بما غفر لي؟ قال أتذكر يوم كذا، يوم كنا في الدنيا نذكر الله عز وجل ففاضت من عيني دمعة غفر الله لي بهذه الدمعة. شفتوا الصحاب؟ شفت؟ مش بقى اللي بيفر منك يوم القيامة حامل ذنوبك وذنوب الحاجات اللي عملتيها معاه عشان ايه؟ عشان فرار يوم يتفر منك، يفر مش عايز يشوفك. لكن التاني لم يكن لنا من ايه؟ من شفيع ولا صديق؟ مفيش، ملناش يوم القيامة كده؟ لا لا، في لما يبقى لك صاحب مؤمن تقي يقول له يا رب كان ليه فلان في الدنيا صاحبي مش لاقيه معايا في الجنة، فيأذن الله سبحانه وتعالى له بسحابة ويروح بيها الجهنم، مش يخش النار، لا يتعلى عنها بسحابة يدور عليه. فأهل النار يقولوا ما كناش حتى لنا صديق حميم يشفع لنا، ما عندناش صديق صالح. شوف الصاحب الصالح عمل ايه؟ راح جابه وشفع له. صاحبه الصالحين ليه؟ صاحب الطالحين ليه؟ صاحب الناس اللي تودينا المهالك في الدنيا وفي الآخر، سمعة سيئة في الدنيا وفي الآخر نفس الكلام، انت اللي خسران. الواحد لما يكثر من إخوانه الصالحين، يعني الصبيان يكثروا من الإخوان، عشان عارفة انتوا بتاخدوا الكلام حرفي، والبنات تكثر من الأخوات الصالحات اللي تعينها، لكن اللي تخبصتك دي ما تجعوا بيها، اللي تضرب فيكي أسفين وقفيه عند حدها وعملي حدود وقطر ليكي، اللي تقول لك انا ده اخرك معايا وهو ده تمامك، والكلام اللي بنسمعه ده وتعالى معلمك وحركات البنات لا نوسة ولا بنات ولا ولا ولا, ولا التمت للبنات بصله، دي بتعلمك ايه؟ دي بتعلمك ايه؟ واحده تقول لك اصل معلمانا عشان الحركات ايه يا حبيبتي انت المالك دي، ومش عارفه رقص بالسيوف وكلام ما اعرفش بايه والفاظ اقسم يمين بالله لو نسمعها يندى لها الجبين، الفاظ مصطلح قاموس جديد، قاموس الشرع الجديد، في ينفع بنت تقول كلمة أولها حرف الفاء
وانتوا عارفين اصل جامد فحت وجامد معرفش ايه والكلام الفاضي ده، مش انا بقول الكلمه المحترمه، ينفع بنت يطلع منك صحابها؟ اصل دي الروشان، ايه علاقه ده بالروشانه يعني؟ ملوش اي علاقه، ولا له علاقه بانوثه ولا له علاقه باحترام ولا له علاقه بحياء. المصطلحات السوا دي الجدع السوا ده مش عارف ايه كلمه ايه، ايه ده ايه ده؟ فوق يا بنات فوق، واختاري الكويسه اللي تبقى ايه زي حامل المسك، حتى لو ما اشتريتيش منها ريحتك حلوه، ليه؟ لأصل كنت ماشيه جنبها. واختاري اللي تبقى شفيع ليكي، ما يبقاش حسره زي اصحاب زي بتوع النار يوم القيامه.